السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ الفيديو ده عن الروتين اليومي او الروتين في الصباح. اول حاجة احب اخد شاور علشان خاطر لو طولت شوية برا البيت يكون جسمي مستريح واكون انا مستريحة ويكون ريحتي طول اليوم كويسة جدا. بعد الشاور على طول، مش قبل الشاور ولا اثناء الشاور، بعد الشاور احب اغسل وشي. انا انصحك تستخدمي غسول كلين اند كلير، حلو جدا ومريح جدا للبشرة، حتى لو بشرتك دهنية انا انصحك بيه. هبدأ بعد كده بغسيل سناني، انا كلوز اب عجبني جدا خصوصا الوايتنج منه، انا انصحك برضو تجربيه لانه ممتاز جدا وهيعجبك قوي. بعد كده هبدأ عشان يعني اعمل لنفسي نسكافيه. انا دايما بحب النسكافيه الجولد اكتر من النسكافيه الكلاسيك، بيعجبني طعمه اكتر وبحسه انه هو صحي اكتر وانه مركز اكتر. لبن بني انا اكتر لبن انا بحب استخدمه لان هو فيه سكر، فمش مضطره ان انا احط سكر في النسكافيه. بعد كده ممكن اخد ريست شوية قبل ما اشرب النسكافيه، ممكن اعمل الديلي او التودو ليست بتاعتي، اشوف انا ايه اللي انا عاوز اعمله او ايه اللي انا عملته وابدأ احدد في اليوم ايه اللي انا هعمله بالظبط. بعد كده البادي ميست اللي انا هستخدمه، لو انت مش حابة تحطي برفان انا انصحك تستخدمي البادي ميست لجسمك، امن جدا للجلد، مش مضر ابدا وهيخلي ريحتك حلوة طول اليوم. بالنسبة للكريم الوش انا انصحك تستخدمي كريم فيد اوت، الكريم ده بيبيض وبيحمي من الشمس في نفس الوقت، انا استخدمته لفترة وعجبني جدا، كريم ممتاز SPF 25، درجة حمايته من الشمس كويسة قوي وفي نفس الوقت بيفتح لون البشرة. بعد كده تستخدمي الليب بالم من بالمرز، دي هتحمي شفايفك من اشعة الشمس. فبكده بالفيد اوت والبالمرز هتكوني حميتي بشرتك من اشعة الشمس الضارة، وتبدأي تحطي فوقيهم ميك اب عادي جدا، وبتعرفي تحطي ميك اب فوقيهم مش بيعملوا عازل وبيخلي لوك حلو. هستخدم في تغطية وشي كله سي سي كريم من بورجوا اللي هو تبع 1-2-3، حلو جدا، هايل وممتاز جدا. الفرق ما بين السي سي كريم والبيبي كريم، البيبي كريم هو عايد اكتر على الترطيب، البيوتي بالم ده اختصار للبيبي كريم، السي سي كريم عايد على الكالر كوركشن بمعنى تصحيح لون البشرة، فحلو جدا وممتاز في بيصحح لون البشرة. يمكن تغطية السي سي كريم اعلى من البيبي كريم في الكفر، الكفر بتاع السي سي كريم اعلى شوية من البيبي كريم، لان البيبي كريم كل همه اكتر الترطيب. بعد كده هبدأ اعمل حواجبي، هستخدم حاجة من الاتنين انا كلمتكم عنهم قبل كده، هبدأ بالفلورمار. فلورمار القلم الحواجب بتاعه ممتاز جدا ولونه رمادي يعني مش اسود، لو انت حابة ان انت حواجبك تبقى لونها اسود ما انصحكيش تستخدمي لون اسود ابدا، ممكن تستخدمي قلم فلورمار كويس جدا لونه رمادي مش اسود، او لو انت عايزة حواجبك لونها بني انصحك برضو تستخدمي سيبل، حلو جدا وهايل ومش بيوقع شعر الحواجب وممتاز ولونه حلو قوي. بالنسبه للاي شادو انا هستخدم الباليت بتاعه فلورمار، لو انت حابه تستخدميها للنهار حلوه جدا، الوانها هاديه قوي والوانها حلوه جدا، تنفع مناسبه للنهار، الوانها ترابيه وشيك على العين، ما بتبقاش شكلها اوفر او شكلها وحش او حتى فيها لمعه لان كلهم مات. بعد كده هستخدم كحل، يا هتستخدم فلورمار ده المفضل بالنسبة لي وده كحل رقم واحد، او لو انا مش عايزة كحل اسود ممكن استخدم ايسنس ولونه بيبقى بني على جري شوية. بالنسبة للمسكرة هستخدم مسكرة ميبيلين لان حلوة جدا على الرموش، بتبين شكل الرموش طبيعي جدا كأنك مش حاطة مسكرة، لو انت حابة تستخدمي الكحل بتاعها برضو ممتاز قوي بس سواده مش قوي زي فلورمار. بالنسبة للبلاشر هستخدم من لوريال بلاشر رقم 120، لونه روز هادي ولونه بيبقى حلو جدا وشكله طبيعي قوي. بالنسبة للروج هستخدم ريمال رقم 101، لونه هادي برضو يعتبر قريب جدا جدا من درجة البلاشر، وده بيبقى لونه برضو مناسب جدا للنهار ويبقى شكله على شفايف حلو، وجودة الأرواج بتاعت ريمال ممتازة جدا وبتقعد وثابتة مدة طويلة. وبكده اكون قلتلك ايه الحاجات اللي انت تستخدميها الصبح لميك اب النهار وروتين النهاري
وده هيبقى شكل اللوك النهائي للميك اب. اتمنى يا رب يكون الفيديو فاتكم ويكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني قريب، ومع السلامه.